قصيدة وكل يوم نشيدة وكل يوم مدد إن شاء الله يا رب. صوفي بالطريقة الرفاعية في ديوان أبو يعقوب الرفاعي من الغشامة الكويتية، ومع سيدي المنشد وبداح النبي سليم عبد الرحمن المحروس الصهاجي من جزيرة محروس بصهاج، سيدي عارف بالدين عارف بالله حسين أبو طاقية، سيدي أبو عمرو الجرجاوي، سيدي الشريف الفراسي أخويم، سيدي ذنون المصري، سيدي كيفون شيخون الكف على الجبل، سوهاج كالوار، سيدي ساج من سيدي أحمد الرفاعي وزير النائب شيخ الطريق الرفاعي الصبي، يقول فيها 500 ولي وولية. تفضل سيدي. الله 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 شدوا الله 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 قاطع الله 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 بمظهر القدر في هيكل به ارقى والتفصيل الله الله بمظهر القدر في هيكل به ارقى والتفصيل الله 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 الكيف وضرب المثل الله الله بمهبط الوحي وستر الإلهيها الله الله ومركز الدور وهد الله 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 كمل كمل مدد ما يخالف المدد شقال ليش انت ضرب على الدور كلام عالي جدا وين هذا من الاول كده شوف لا هني انت وين وصل لا بمظهر بمظهر القدر في هيكل به انطى والتفصيل في مجمل ونقطات الوصول وصلي من منزل مجمل الالف الاول من اول جلت عن الكيف وضرب المثل في مهبط الوحي وستر الباها ومركز الدور وهوت الله كم حيرت الباب اهل النوها جلالة في منتهى هواها ايومها تلهوت خلف الكول المطور سينا دك في طوره لما تجلى ابتداء فوره وجلجل تجلى في زوره في زوره وكل اسم قام في دوره يومه يعطى به من سئل عود كفى هواني فانظروا حالتي قد زاد ذلي وانطاوت حماتي عودتموني الخير صلوا عادتي خذوا بثأري وانجدوا سادتي وجردوا بيض الظبا والأسل حب واقع في الحمى باحتراقي معذب القلب بنار الفراق
تحملوا عني خطاب المشاق وفرجوا كربي وحلوا وثاقي ونفذوا قولي على من عدل زادت خطوب الدهر يا بلواتي ومزقت أيدي الظبا مهجتي رجوا مقامي احضروا خلوتي واسقوا لي قولي واسمعوا دعوتي أيدوني بباء الوحى العجل وأدرك المهجة قبل انتهاء الأجل المكتوب في موتها وارموا جيوش المكر مقتيها الغار الغار في وقتها النجدة النجدة كيف العمل طالت حيا حبال الحزن يا حيرتي عار عليكم في الحما زل والله يا حلوة هاي باقي صفحة واحدة وفيكم بين الورتي سلوا إله العرش في نصرتي فهو الذي يرجى لي في الوجل هلا منحتم صباكم لفتة لو شام يوما غيركم لفتة كم هواكم في الورى قد فتن جيرة الحي أجبروا فتى منكم بكم يرجو بلوغ الأمل أديت في حق الدعاء ما يجب مستوثقا بوجهك المحتجب أدخل تدعوني لكم أستجب إنا دعوناك بصدق أجب قضي الأمر فقلنا أجل قولوا أجل فاتحوا.